هذه كرة ملعوبة ومخطوفة حمد العنزي. الله داريو، اليوم يومك يا داريو. داريو حتى هو مو داريو عن الكرة، ياته ياته الكرة وجول، حطها حمد العنزي، لمست ورجعت إلى داريو في الدقيقة 62 ومن عمر المباراة دقيقة 17. طبعا داريو دي النتيجة ممكن القادسية يعني يقول لك لعبنا مباراة حلوة وسجلنا أهداف، وبالتالي هذا الجول من حمد، شوف حطه حمد العنزي، داريو باردة باردة مثل ما يقولون، كمل كمل عليها وحمد العنزي، وهذه إعادة مرة ثانية. إذا الجول الخامس للقادسية، تقدم الجول الخامس للقادسية، لا زال يتعالج حارس المرمى هذا الجول ويعيدها. شكرا مخرجنا عيسى الأميري، يعيد الكرة الشيخ خالد الفهد رئيس مجلس إدارة نادي القادسية.